متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها باستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة للمملكة، والتي تشير بشكل لافت إلى خلو سماء المملكة من كميات معتبرة من السحب والغيوم، إلا بعض السحب والغيوم في أقصى شمال غرب المملكة، بالإضافة إلى بدء وتشكل بعض السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية، بما فيها مرتفعات مكة والطائف التي صحبت ببعض الأمطار الرعدية في تلك المناطق. الأترية المثارة كانت حاضرة في المناطق الشرقية من المملكة نتيجة نشاط سرعة الرياح الكبير، سواء على منطقة الدمام أو الجبيل أو حتى مناطق حفر الباطن. خلال الأيام القادمة هناك تغييرات جذرية على الأحوال الجوية في بعض المناطق، هناك حالة ماطرة متوقع أن تنشأ وتؤثر على كامل المناطق الغربية، سنستعرضها الآن بعد قليل. ولكن قبل ذلك نستعرض سرعات الرياح التي أثرت على المملكة وتوقعاتها للأيام القادمة. غدا الخميس اعتبارا من ساعات الصباح تعود مرة أخرى تلك الرياح الشرقية التي تشبه البوارح أو عفوا الرياح الشمالية في المناطق الشرقية بالنشاط من جديد خلال ساعات النهار، تثير بذلك الأتربة والرمال على مناطق شرق المملكة وعلى شكل موجات غبارية بين الحين والآخر، ربما تطال جزء منها الأجزاء الشرقية من محافظة الرياض وتطال أيضا كافة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المملكة، ولكن مرة أخرى على شكل موجات غبارية بين الحين والآخر بمشيئة الله تعالى. تستمر هذه الرياح بالنشاط حتى ساعات المساء، ومن ثم تضعف بشكل لافت اعتبارا من مساء يوم الخميس كما تلاحظون، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل بعدم وجود نشاط كبير للرياح الشمالية على هذه المناطق، وتنحسر فرص تشكل موجات غبارية على المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الأمطار خلال الأيام القادمة نبدأها بصباح يوم غد الخميس. إذن هناك فرصة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار مساء ظهيرة وعصر يوم غدا فوق المناطق الشمالية الغربية للمملكة، بعض المرتفعات الغربية بما فيها مرتفعات المدينة المنورة، إضافة إلى كافة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية التي لا يستبعد أن تكون بها الزخات الرعدية غزيرة من الأمطار وتجري بها الأودية وتتشكل السيول. بشكل عام هناك يعني حالة جوية نادرة بعض الشيء بتواجد منخفض جوي علوي فوق الأراضي المصرية، وهذا هو يعمل على حدوث هذه الأحوال الجوية المستقرة على غربي المملكة. إذن بداية الأحوال الجوية غير المستقرة تبدأ غدا الخميس بازدياد فرص هطول الأمطار على طول المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة، تتركز في مرتفعات وسط وجنوب غرب المملكة من ناحية الجهة الغربية طبعا، وتبقى الفرصة أيضا مهيئة لبعض الأمطار الرعدية في المناطق الشمالية الغربية بما فيها مرتفعات تبوك والمدينة المنورة. أما نهار يوم الجمعة فيتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتوسع رقعة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل كافة المناطق الغربية من المملكة بما فيها حتى الأجزاء الشرقية التي تلي المناطق الغربية بما فيها الأجزاء الغربية من حائل والأجزاء الغربية من القصيم وحتى الأجزاء أقصى غربية من محافظة الرياض وليست مدينة الرياض، كذلك الأمر في المناطق الجنوبية الغربية. جميع هذه المناطق بما فيها الأجزاء الشمالية الغربية وبعض أجزاء الجوف وحائل مهيئة يوم الجمعة لأن تستقبل زخات رعدية عشوائية من الأمطار لا يمنع أن تكون غزيرة تجري بها الأودية تتشكل السيول في كل هذه المناطق، كما وتنشط سرعة الرياح بشكل لافت أثناء تأثير هذه السحب وتعمل على تشكل العواصف الترابية التي تكون جدارية الطابع في مناطق وأجزاء متفرقة ومختلفة من غرب المملكة. إذن هذه الحالة الماطرة ربما الثامنة التي تؤثر المملكة خلال فصل الربيع الحالي، وكما نلاحظ هي تتركز في هذه المرة في الأجزاء الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. هذه الأحوال الجوية المتوقعة يوم السبت، واتساع رقعة الهطولات المطرية تمتد من جنوب إلى شمال المملكة في الواجهة الغربية، تشمل مرتفعات تبوك، أجزاء من حائل، مرتفعات المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، الباحة، عسير، أبها، والأجزاء ما بين نجران وجازان، وبعض الأجزاء من القصيم وحائل بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، الطقس سيكون صافي، درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، والأجواء معتدلة بوجه عام في العاصمة الرياض. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تليق القادمة في مدن ومحافظات المملكة. في الإسكاكة 37 إلى 23 غدا، عرعر من 38 إلى 25، وفي تبوك من 33 إلى 22 درجة مئوية، مع أتربة مطارة وفرصة لبعض الأمطار الرعدية فوق الجبال
في تبوك. في المدينة المنورة غدا فرصة لبعض الأمطار الرعدية كما ذكرنا 39 إلى 28. في جدة أجواء غدا حارة 41 درجة مئوية نهارا، 27 درجة مئوية ليلا. 45 متوقعة في مكة المكرمة، أجواء شديدة الحرارة غدا في مكة، والصغرى 31 مع فرصة لبعض الأمطار الرعدية، ولكن تتركز أكثر في مرتفعات الطائف التي طبعا بها الأجواء ألطف، 32 مئوية في ساعات النهار و20 درجة مئوية في ساعات الليل. المناطق الجنوبية الغربية للمملكة في جازان من 36 إلى 32 درجة مئوية، في حين يتوقع أن تحصل زخات رعدية من الأمطار على كامل المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تشمل الباحة وعسير ومرتفعات أبها، تكون 29 إلى 21 في الباحة و 28 إلى 19 في أبها. في الإحساء 37 إلى 24 درجة مئوية غدا، في الدمام من 38 إلى 24 مع استمرار في نشاط الرياح التي قد تثير الأتربة أحيانا على شكل موجات، كذلك الأمر في حفر الباطن من 38 إلى 27 درجة مئوية. المناطق الوسطى في الرياض من 35 إلى 25 طقس يعني حار نسبي، درجات حرارة ما زالت لم تصل إلى 40 درجة مئوية. في القصيم كذلك الأمر من 35 إلى 25، وفي حائل أجواء غائمة جزئيا 32 إلى 23 مع بقائنا طبعا تحت المتابعة بالنسبة لحائل القصيم بشأن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة بسبب اقتراب بعض السحب الرعدية من تلك المناطق قادمة من المناطق الغربية من المملكة. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض تكون 35 إلى 25 غدا، أجواء يعني ستكون بشكل عام حارة نسبيا، 36 إلى 25 يوم الجمعة، وكذلك أمر يوم السبت 36 إلى 27، يعني هناك استقرار في درجات الحرارة في العاصمة الرياض. نعود وننبه بأن هناك حالة مطرية متوقع أن تبدأ على المملكة تدريجيا اعتبارا من نهار الخميس، تشتد أيام الجمعة والسبت وربما الأحد، وتتركز في عموم المناطق الغربية من المملكة وكافة تلك المرتفعات. ننبه بأن هناك فرصة جيدة لتشكل السيول وجريان الأودية وحدوث ما يسمى بالرياح الهابطة التي تتسبب في بعض من الأحيان بتشكل بعض العواصف الترابية والجدارية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، فمن كده ندعوكم دائما إلى تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية، أو متابعتكم لنا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.